بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أرجو من الشيخ أن يفسر الآيات المباركات في الجزء الرابع من سورة آل عمران في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران أنزلها الله سبحانه وتعالى على سبب حصل، وهو أنه لما كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية عداوات وثارات وحروب طويلة، ما أنهم إخوان في النسب، فهم من قبيلة واحدة ولكن ثارت بينهم الحروب مدة طويلة في يوم بعاث المشهور بين الأوس والخزرج. فلما أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، وهاجر المهاجرون واجتمعوا في المدينة، وزال ما بينهم من الثارات والحروب وصاروا إخوة متحابين في الإيمان، غاض هذا اليهود فأرادوا أن يحركوا الفتنة بينهما بين الأوس والخزرج. مر يهودي على نفر من المهاجرين والأنصار في مجلس مجتمعين ويتذاكرون في العلم ويأنس بعضهم ببعض، جلس إليهم هذا اليهودي ليفسد ما بينهم وذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الغارات والثارات والحروب، وأنشد لهم أنشد ما قالوا من الأشعار فيما بينهم يتهاجون بها ويفتخر بعضهم على بعض، فأثر فيهم ذلك، تذكروا هذه تلك الأيام الغابرة، فتواعدوا القتال فيما بينهم. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ووعظهم وذكرهم، وأنزل الله هذه الآيات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خاطبهم الله سبحانه باسم الإيمان الذي يجمع بينهم، ولم يخاطبهم باسم القبلية، وإنما خاطبهم باسم الإيمان الذي يجعل أهله إخوانا من أي جنس كانوا ومن أي قبيلة، ومن الإيمان يجمع بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله بشكر نعمته التي أنعمها عليكم، اتقوا الله بالتمسك بدينه الذي من به عليكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم على الإسلام الذي هداكم الله إليه، لا ترتدوا عنه إلى أمور الجاهلية، واعتصموا بحبل الله وهو القرآن، اعتصموا بحبل الله جميعا، فلا بد أن يجتمعوا على كتاب الله، وكتاب الله يحكم بينهم بالعدل والإنصاف ويزيل ما بينهم من الإحن والأحقاد. اعتصموا بحبل الله جميعا، هذا فيه الحث على الجماعة والنهي عن التفرق، لأن الجماعة قوة والتفرق ضعف وشر، فالاجتماع رحمة والافتراق عذاب. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بالشكر، تذكروا ما من الله به عليكم من نعمة الإسلام، أكبر نعمة، الإسلام هو أكبر نعمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني في الجاهلية، فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم بالإيمان بعد أن كانت متنافرة مختلفة، ألف الله بينها فصارت على قلب واحد، كما قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما وألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي بسبب نعمة الإسلام، أصبحتم بنعمته إخوانا بدل أن كنتم متعادين متفرقين، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم في الجاهلية وما أنتم عليه من الكفر على شفا حفرة من النار، لو متم على ذلك لوقعتم في النار، كنتم على شفا حفرة من النار بسبب الكفر والتفرق والاختلاف، فأنقذكم الله بالإسلام، أنقذكم من النار. كذلك يبين الله لكم آياته، يذكركم بفضله ونعمه وعظيم منه عليكم لتشكروها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى الحق والصواب والاجتماع على الإيمان والأخوة الدينية، وتتركون الضلال والفرقة والاختلاف وإحن الجاهلية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه مهمة هذه الأمة، أمة الإسلام مهمتها الدعوة إلى الله عز وجل، فلا تكتفي بنفسها وتترك الآخرين على الكفر، وعلى بل هذه الأمة مكلفة بالدعوة إلى الله عز وجل لينقذوا غيرهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
يأمرون بكل ما أمر الله به وينهون عن كل ما نهى الله عنه، يدعون إلى الخير وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، كما كانوا في الجاهلية، كما كان عليه الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما جاءهم البينات. الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل وبين لهم، لكن لم يلتفتوا إلى ذلك، فأنتم لا تحذوا حذوهم فتعرضوا عن القرآن وعن السنة كما أعرضوا عن كتبهم، فتهلكون كما هلكوا. وأولئك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، دل على أن الناس لا يجتمعون إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجتمعون على القوانين الوضعية والأنظمة البشرية مهما كانت، وإنما الذي يجمعهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تكونوا مثل من سبق من الأمم الذين أعرضوا عن كتاب الله، كذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، التفرق عذاب، تفرق إلى حزبيات وإلى جماعات وإلى مذاهب ونحل، هذا عذاب وليس رحمة، وإنما الرحمة في الاجتماع والائتلاف والتراحم على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأولئك لهم عذاب عظيم، الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم، سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله واختلفوا وتفرقوا وتحزبوا لهم عذاب عظيم الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خير الشيخ صالح. بعد أن وقفنا مع هذه الآيات المباركات، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، نأخذ اتصالات الإخوة والأخوات، ونبدأ بالمتصل عبد الله من الخرج. تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. أدي سؤالي لو سمحت. تفضل. السؤال، متى يكون سجود السهو في حالة الشك في الصلاة إن كانت ناقصة، هل هو قبل الصلاة أو بعدها؟ وكذلك في حالة شك الصلاة إن كانت كاملة، هل هو قبل الصلاة أو بعدها؟ هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني، في آية تقول وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الشهداء، ما المقصود بالكتاب؟ هل هو اللوح المحفوظ عند الله أو الكتب السماوية أو الكتاب الخاص الإنسان المكتوب في أعماله؟ شكرا بارك الله فيك. متى يكون سجود السهو في حالة الشك يا شيخ؟ سجود السهو يكون لأحد ثلاثة أمور، إما لزيادة في الصلاة سهوا، أو لنقص من الصلاة سهوا، أو يكون للشك في الصلاة هل هي تامة أو ناقصة، هل أتى بالركعة أو لم يأتي بها. فإنه يبني على اليقين في حالة الشك، يبني على اليقين والمتيقن، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو، هذا السجود للشك. والسجود سواء كان عن زيادة أو نقص أو شك في الصلاة يجوز أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. وكذلك الشك، السجود للشك يكون بعد السلام. نعم. يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء. هذا يوم القيامة، إذا بعث الله الناس من قبورهم وحشرهم في الموقف الحشر الطويل 50,000 سنة،
ثم انصرفوا من الموقف للحساب، يأتي الله جل وعلا، يأتي هو مجيئا يليق بجلاله، وتشرق الأرض بنوره سبحانه وتعالى، بنور ربها، تشرق بنور الله، لأن الله نور وله نور سبحانه وتعالى، فتشرق الأرض بمجيئه سبحانه وتعالى للفصل بين عباده. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فوضع الكتاب وجيء بالنبيين ليستشهدوا على أممهم أنهم بلغوهم وليس لهم عذر فيما هم عليه من الكفر. ثم هذه الأمة تشهد للأنبياء أنهم بلغوا أممهم، ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فهذا معنى الآية على سبيل الإجمال. نعم. محمد من الطائف معنا على الخط، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالين يا فضيلة الشيخ. السؤال الأول بخصوص الوالدة الله يحفظها، كانت في عمر 13 و14 و15 من عمرها، كانت صغيرة وترعى الغنم، وكان أهلها يمنعونها من الصيام، والآن تبلغ من عمر 52 عام وتعاني من الضغط وتعاني من هشاشة في العظام وتتعب في صيامها، ماذا يلزمها يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. لحظة، يجاوب الشيخ على هذا السؤال، تفضل يا شيخ. يلزمها قضاء الأيام في ارتداد يا شيخ. طيب، فيها صدى تعالجون يا أخوان ذلك، تعالجون الصدى. يلزمها قضاء تقضي 3 سنين يا شيخ. لحظة يا أخي، تفضل يا شيخ. يلزمها قضاء ما تركت في صدى قوي. طيب، إذا من المتصل أحسن الله إليكم، من المتصل. طيب، إذا فضيلة الشيخ آخر يقول كيف يكون، خلنا نجاوب على هذا، تفضل، خلنا نجيب على هذا السؤال. تفضل. تفضل. يلزمها القضاء، قضاء الأشهر التي أفطرتها بعدما بلغت يعني حصل عليها الحيض. نعم. أو أنها تملها 15 سنة، أو أنها حاضت، هذه علامات بلوغ المرأة. فإذا كانت تركت صيام رمضان أو شيئا منه بعدما بلغت، فإنه يلزمها القضاء ولو كان هذا من وقت بعيد، القضاء باق في ذمتها. يلزمها أمران، القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الذي أرسل بسؤاله، شكر النعم كيف يكون وكيف يتحقق الشكر؟ شكر النعم واجب، والشكر يكون له 3 أركان، تحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا في القلب بأن يعتقد أنها من الله لا بحوله ولا بقوته، ولا يكفي الشكر باللسان. والركن الثالث أن يصرفها في طاعة الله، أن يصرف النعمة في طاعة الله وفي المباحات وفي منافعه المباحة، ولا يصرفها في معاصي الله عز وجل وفي الإسراف والتبذير واللعب بالأموال. فإذا فعل ذلك إنه ليس شاكرا لنعمة الله عز وجل. نعم. ما زلنا مع الإخوة والأخوات باتصالاتهم مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. يقول السائل، يا شيخ، إذا وجد غبار ليس بشديد لكنه قد يؤثر على بعض المصلين، وخصوصا من كان في بداية الصف أو في الصف الأول، فهل يبيح ذلك الجمع بين الصلاتين؟
هذا لم يرد الجمع للغبار لم يرد، إنما ورد الجمع لأحد ثلاثة أمور: إما لمطر يبل الثياب في خروجهم وذهابهم وإيابهم إلى المسجد ويتأذون به، أو لوحل بينهم وبين المسجد من الطين والدحض وتجمعات المياه بينهم وبين المسجد، وإما لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة بهذه الشروط: ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذه الأمور التي تبيح الجمع بين المغرب والعشاء، أما الغبار فهذا ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم، أحسن الله إليك الشيخ. أبو نايف من الرياض، تفضل يا أخي. شكرا الله بالخير يا شيخنا، ولو سمحت تقصر شوية التلفزيون بس وتطرح سؤالك، تفضل. أقول السلام عليكم ومساكم الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا شيخ صالح، مساك الله بالخير. أنا عندي سؤال للوالدة الله يحفظك، بنتها الله يحييك توفت قبل فترة، قبل أسبوع طعمرك، وعليها أيام من رمضان على شيء، والوالدة الله يحييك تقول أبي أقضي الأيام هذه عنها، تبي طال عمرك الإفادة. شكرا شكرا أبو نايف. نعم جزاه الله خير، تقضي عنها بالحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فتقضي عنها الأيام، وهذا من إحسانها إليها وإبراء ذمة الميتة. نعم، الحمد لله. نأخذ أيضا أبو نايف من القصيم، تفضل أخي أبو نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال بس. تفضل. عندي قضاء 15 يوم من رمضان إلى سنة الحين ما قضيت، ما أدري إيش علي. طيب شكرا. نعم، يقول عليه قضى من أيام رمضان الفائت وحتى الآن لم يقضي هذه الأيام، ماذا عليه؟ عليه المبادرة بالقضاء قبل أن يأتي عليه رمضان القادم، يقضيها قبل أن يأتي عليه رمضان القادم، ويفرغ ذمته من هذا الواجب. إذا كانت من رمضان الموالي يكفي القضاء. نعم، طيب نأخذ نايف من الدوادمي، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول: أنا الشيخ نجيب موية وأذكار مصورة وحطها في المسجد، هل لي أجر؟ كيف؟ السؤال الأول. أعد السؤال. السؤال الأول: أجيب موية صحة وأحطها وزعها على المصلين أمام المصلى. طيب. وأذكار الصلاة مصورة أشتريها أجيبها من واحد وأحطها في المسجد عشان إذا أنت أمام الصلاة يقرونها. طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني: عندي أرض، هل كل سنة أزكيها ولا اللي جيت أبيعها أدفع زكاة سنة؟ بارك الله فيك، شكرا. الله يديك. موية الصحة. نعم، المياه للمصلين هذا شيء طيب وجزاك الله خيرا، وأما الأذكار يا أخي فلا تضعها في المسجد، ليس المسجد محل لتوزيع الكتب ووضع الأوراق ومثل ما يفعل، هذا يندس معه أشياء ويستغل الأشرار هذا الشيء ويضعون في المساجد أمورا شركية أو أمورا بدعية أو أمورا ليس لها أصل، ويزعمون أن فيها منفعة ويوزعونها على الناس ويضعونها في المساجد، فيمنع هذا في المساجد. وإذا أردت أن تنفع الناس وزع عليهم خارج المسجد، وزع عليهم هذه الكتب الموثوقة الصحيحة خارج المسجد. نعم، فضيلة الشيخ، بهذه المناسبة في بعض المساجد هناك لوحات عند مؤخرة المسجد أو في مقدمتها تقول اقرأ أذكار الصباح والمساء، أو هذه الأحاديث واردة، هذه أحاديث ضعيفة، ما رأيكم في ذلك؟ هذا تصرف منهم بدون إذن من أهل العلم وبدون إذن من المرجع المسؤول عن المساجد، ولا يجوز أن يعلق في المساجد أذكارا أو أن يعلق في المساجد أذكار أو يعلق فيها أدعية أو غير ذلك، لأن هذا يشغل المصلين، ولا المصلي يكره أنه ينظر إلى الكتابة أو يقرأ الكتابة وهو يصلي، فهذا مما يجعل المصلين ينظرون إلى هذه المعلقات وينشغلون
عن صلاتهم مع أنه لا أصل له بهذه الصورة. نعم. له سؤال ثاني الأخ، يقول عنده أرض واشتراها منذ سنوات، هل عليها زكاة والتفصيل في ذلك؟ نعم، إذا كان ينويها للبيع فإنه يقومها كل ما يمر عليها سنة فيزكيها، يخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، يزكيها كل سنة، ما هو سنة البيع فقط، ما دام ينويها للبيع، لأنها أصبحت سلعة، أصبحت من عروض التجارة، فيزكيها كل سنة، كل ما يمر عليها سنة يثمنها ويزكيها. نعم. ناخذ صالح من الرياض، تفضل يا صالح. الو. نعم، ارفع صوتك الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. بس يا شيخ انا علي فوائد كثيره، فكيف اقضيها يا شيخ مع العلم اني مصاب بالوسواس القهري؟ نعم. انا علي فوائد كثيره. عليه فوائد كثيرة من الصلوات، يقول هل أقضيها فضيلة الشيخ؟ نعم، يجب القضاء للفوائد إذا كان ما تعمد تركها، لم يتعمد تركها وإنما نسيها أو نام عنها، فإنه يجب عليه قضاؤها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيقضيها بالترتيب، اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث حتى يفرغ منها. نعم. بعض الناس يرى القضاء فضيلة الشيخ، يقول مع كل صلاة أصلي الفائتة. هذا جهل ولا أصل له، بل يبادر بقضائها، يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يفرقها. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ العلامة الصالح الفوزان. فضيلة الشيخ يقول هذا: هل أدفع قيمة الأضحية نقودا وذلك للمساكين بدل الأضحية، وهذا عملي كل سنة؟ هذا لا يسمى أضحية، هذا يسمى صدقة. الأضحية عبادة شعيرة، الذبح مقصود لأنه عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل بتقديم الدراهم أو الصدقة، والفقهاء يقولون ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا وزع دراهم يعتبر متصدقا ولا يعتبر مضحيا. نعم. معنا اتصال، فيصل تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، يعطيك العافية. الله يحييك. أنا ليهنك بس بستفسر من الشيخ، الوالدة راحت للحج يوم التاسع في عرفة، وما جاهم السواق الحملة إلا بعد الساعة 11 عشان يذهبون إلى منى. الكلام يا شيخ أنه تأخر عليهم السائق، صلوا ركعتين بالعزية ولا وصلوا منى إلا في اليوم الظهر يوم العيد، من الزحمة طبعا العزية، فهل عليها شيء يا شيخ ولا؟ إذا كانوا يسيرون بالطريق قاصدين مزدلفة ولكن منعهم الطريق بشدة الزحام ولم يصلوا إلا متأخرين فإنهم ليس عليهم شيء، لأنهم معذورون ويسقط عنهم المبيت في هذه الحالة للعذر. نعم. الحمد لله. شكرا. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ورد في الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، هل هذه الرؤية كرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأحسن صورة، هذا في الحديث الصحيح، والله جل وعلا يرى في المنام لمن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه يراه في النوم، ولا يحصل هذا لكثير من الناس، إنما يحصل لبعض الناس، الله أعلم. والرؤيا حق يا أخي. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو شروط الدعاء حتى تستجاب،
وما هي أوقات الاستجابة؟ لأنني الحقيقة لدي مسألة في الدعاء، وهو أنه لم يتحقق دعائي حتى الآن. شروط القبول، قبول الدعاء ما ورد في الأحاديث، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، هذا واحد. الشرط الثاني ألا تعجل فتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فتترك الدعاء، فلا تعجل، والله قريب مجيب سبحانه وهو أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها وقد يعطيك أحسن منها. فالمهم أنك تدعو الله عز وجل. وكذلك من أهم شروط الإجابة عدم الاعتداء في الدعاء، أي أن لا تعتدي في الدعاء، تدعو على أحد بغير حق أو تدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا لا يقبل منك. والمهم أيضا من شروط القبول أن يكون طعامك من الحلال وشرابك من الحلال وملابسك من الحلال، وأما إذا أكلت الحرام أو لبسته أو شربته فإنه لا يستجاب لك دعاء. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلتنا من الأخ حمد، يقول ما هي الأصول الصحيحة في طلب العلم؟ الأصول الصحيحة في طلب العلم أولا إخلاص النية لله عز وجل، ثانيا أن تختار المدرسين الأكفية الأتقية العلماء الذين تثق من علمهم وتطلب العلم على أيديهم. الأمر الثالث أن تعمل بما علمك الله، كل ما علمت شيئا من العلم النافع تعمل به، فإن ذلك مما يعينك على طلب العلم. تخلص النية، تختار المدرسين الصالحين العلماء، أن تعمل بما علمك الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، معنا متصل على الخط، تفضل. سرور. السلام منصور. عليكم. عليكم السلام منصور، تفضل. كيف حالك طال عمرك؟ الله يخليك. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله بخير. تفضل سؤال. الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت يا شيخ. الأول. الأول يا شيخ، هل بيت الله عز وجل والمسجد النبوي يعني إذا انتهت الأمة ذي هل هو يعني يزول بعدين؟ هذا السؤال الأول الله يحفظ. كيف السؤال هذا؟ السؤال هذا هل يعني إذا أمة محمد يعني تغيرت فيما بعد، هل مكة والمدينة هل تزول؟ سؤال محيرني يا شيخ. سؤالك الثاني. يا أخي ما لك مصلحة من هذا السؤال؟ الحمد لله مكة موجودة والمدينة موجودة، وزيارتها والصلاة فيها والدعاء فيها مشروع ومطلوب ولله الحمد. وأما أنها في آخر الزمان يعرض لها ما يعرض فالله أعلم. نعم. الله يحفظك يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، والدتي يعني حنا يعني ودنا المستشفى وحللت وكذا، وهي يعني كبيرة في السن ومريضة وطاحة في الفراش على طول، فدائما اذا قلنا مثلا ادري سمعنا وكذا دائما في شيء منحها الله يحفظك، ما ادري ايش يعني المطلوب منا اتجاهها بعد الله عز وجل. نعم، تعيد السؤال. اقول يا شيخ الله يحفظك، والدتي احنا يعني ودنا المستشفى وحللت وكل شيء، يعني ما في شيء يدعي للقلق الوضع، بس انها دائما في شيء منحها انها لا تجلس معنا وكذا وتقهوى وكذا، يعني امور يعني ما ادري ايش المطلوب يا شيخ تجاهنا، يعني احنا نقرا عليها وننفث عليها بس خلص. ما ادري ايش. طيب هذه يا اخي فيها مرض نفسي والله اعلم، فيها مرض نفسي تضايق في الصدر، فعليها أن تكثر من ذكر الله وأن تقرأ القرآن إذا كانت تحسن القراءة، وتقرأ ما تيسر منه ومما تحفظه وتكرر هذا، وأنتم أيضا ترقونها بالرقية الشرعية. نعم. الله يحفظك، محتاج لدعائكم يا شيخ. السؤال الثالث يا شيخ وآخر سؤال، هل الدعاء يمنع القدر الله يحفظك؟ هو من القدر، الدعاء من القدر، إذا أراد الله أنك تدعو دعوت ونفعك بذلك. شكرا. فهو من القضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. نعم، معنا متصل آخر، تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام محمد، تفضل. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. اكسر التلفزيون شوي محمد، اكسر التلفزيون مشوش علينا. تفضل تفضل يا محمد. ارجو طول عمرك يا شيخ الغيبه والنميمه مكثر الايام هذه في عند الناس. كيف يمكن للشخص ان يتوب في ظل انه مارس الغيبه والنميمه والعياذ بالله يعني في اغلب حياته، كيف يمكن للشخص ان يتوب منها؟ طيب شكرا. الشيء الثاني، الشيء الثاني يا شيخ، سمعت عندما يقول احد لشخص الله اكبر عليك، هل هذا من الدعاء عليه؟ طيب شكرا. بارك الله فيكم. نعم الغيبة يا أخي هذا ظلم الذي اغتبته، فلا بد أن تتوب منها ولا بد أن تطلب المسامحة من الذي اغتبته، إلا إذا تعذر عليك أن تطلب منه ذلك فإنك تدعو له وتكثر من الثناء عليه بدل ما أنك اغتبته. وأما النميمة فعليك بالتوبة منها لأنها من الفساد في بين الناس، فعليك بالتوبة والإقلاع منها وتركها. نعم. كلمة الله أكبر عليك هل هو دعاء شيء؟ لا هذا ما يقال، ما يقال هذا الله أكبر عليك، لأن هذا كأنه تهديد لأخيك المسلم. نعم. رجل مسافر يا شيخ أما الناس وهم مقيمين وأخبرهم بأنه مسافر فقال أنا أصلي ركعتين وأنتم أتموا، فلما سلم من الركعتين جاء شخص من المأمومين الذين معه ليكمل الصلاة. يكمل الصلاة بهم؟ نعم يا شيخ. لا بأس بذلك إذا أنهم اتفقوا على ذلك أنهم يصلون مع المسافر، وإذا سلم من القصر فإنه يتقدم واحد منهم ويكمل بهم الصلاة، لا مانع من ذلك. وإن تم كل واحد لنفسه فلا مانع من ذلك أيضا. نعم. الأخت تقول بأنه نزل عليها الحيض وهي ذاهبة للعمرة، مع العلم يا شيخ تقول بأنه ليس وقت للدورة، ماذا يحسب عليها؟ إذا جاءها الدم فإنها تمسك عن الطواف حتى تطهر أو ينقطع الدم، حتى لو لم يكن حيض فإنه لا تطوف والدم ينزل عليها، لأن هذا حدث ينقض الوضوء والطواف يشترط له الطهارة. فإذا أنه انقطع الدم ونشفت تماما فإنها تغتسل وتطوف وتكمل عمرتها. نعم. جزاكم الله خير. شيخ هذا السائل يقول رجل نذر على أن يصوم الاثنين والخميس مدة إقامته في مكة، إلا أن هناك أياما يكون فيها مريضا أو مسافر فيفطر فيها، ماذا يلزمه في هذه الحالة؟ يلزمه الوفاء بنذره، إلا إذا كان مريضا لا يستطيع الصيام، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. شيخ إلزام الناس أنفسهم هذه النذور فضيلة الشيخ، هل هذا مستحب؟ النذر غير مستحب الدخول فيه ولا ابتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينذر المسلم لأنه يحرج نفسه، وقد ينذر نذرا يشق عليه وهو بعافية، وأيضا هذا يدل على عدم رغبته في العمل الصالح إلا إذا نذر فيترك النذر. ولكن إذا نذر وانعقد النذر فإنه يجب عليه الوفاء به، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والله جل وعلا قال عن الأبرار يوفون بالنذر، وقال جل وعلا وليوفوا نذورهم. فبعد انعقاد النذر يجب الوفاء به، وأما قبل أن يدخل فيه الإنسان فإنه منهي عنه ولا يدخل فيه، لكن يفعل الخير على سعته وعلى ولا يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به ابتداء. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ الأخ أحمد من جدة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ تفضل. حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم يا شيخ، يعلم الله أن نحبك في الله يا شيخ. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم يا شيخ. الله. بالنسبة لما يقوم به بعض الناس باعتصامات عند الديوان الملكي والدوائر الحكومية، ما حكمه الشرعي يا شيخ؟ ولا هذه وسيلة مجدية؟
طيب هذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز المظاهرات والاعتصامات وليست من عمل المسلمين، وفيها مضرة وفيها معصية لولي الأمر وفيها تشويش، لا تجوز. والذي له حق يطالب به بالطرق الشرعية، لا يطالب به بنظام الغرب ومظاهرات الغرب، وهذا ليس من مما شرع في الإسلام، بل هو مما ينهى عنه في الإسلام، لأنه تشويش ومعصية لولي الأمر، وقد يصاحبه تخريب وإضرار بالناس وبنفس المتظاهرين. نعم، أحسن الله إليكم. محمد من جدة، تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ صالح. أنا عندي سؤال يا شيخ صالح. أنا أحيانا أذكر المساء أقولها يعني قبل أذان العصر بربع ساعة كذا، وأذان الفجر أقولها بعد الأذان، هل عملي هذا يعني صحيح ولا؟ وجهوني الله يجزاك خير. شكرا. نعم، عملك هذا صحيح إذا كان بعد طلوع الفجر أو كان بعد غروب الشمس، كله يدخل في المساء. تذكر يعني تأتي بالأوراد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر، يعني أذكار الصباح إلى الظهر ثم يدخل المساء، تأتي بأذكار المساء من حين تزول الشمس، إما بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، كله وقت لأذكار المساء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يشرع لي وأنا أقرأ في الصلاة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا سمعت الإمام يقرأها؟ نعم، يستحب هذا، لكن لا ترفع صوتك به فتشوش على من حولك. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، إذا خير الإنسان في الأضحية بين أن يذبح سبع بدنة في بلده أو أن يذبح شاة خارج بلده، فأيهما يختار؟ الشاة أفضل من سبع البدنة في أي مكان، في بلده أو في غيرها الشاة أفضل. نعم، المرأة تقول عادة عندها أولاد يؤذونها وهم في سن المراهقة، فتدعو على أحدهم ولكنها تتراجع. فضيلة الشيخ، هل يستجاب مثل هذا الدعاء مع أنه من غير قصد؟ إذا كان عن غضب شديد فإنه لا عبرة به ولا يستجاب إن شاء الله، وأما إذا كان مع غير الغضب تدعو وهي في إدراكها وفي استطاعتها أن تمنع هذا، فهذا لا يجوز لها أن تدعو على أولادها، فتستجاب دعوتها عليهم أو تصادف وقت إجابة فيستجاب، فتحذر من هذا. نعم، يسأل هذا يا شيخ، يقول أريد من الشيخ صالح أن يوجهني في أيهما أفضل في الكتب، في كتب الفقه المختصرة أن أقرأ بها. المهم هو الكتب، المهم المدرس، إذا وجدت مدرسا متقنا للفقه فهو يوجهك إلى الكتاب المناسب، وبالجملة عليك بالمختصرات، اقرأ في المختصرات على المشايخ أو في المدرسة أو في المعهد أو في الكلية، إما دراسة نظامية أو دراسة في المساجد أو على المشايخ. المهم أمران: أولا الكتاب المفيد، وثانيا المدرس المفيد. نعم، يقول الشيخ هذا السائل: ما الأسباب المعينة على صلاة الليل، حيث أنني أسهر مع زملائي في الاستراحة فيأخذني النوم حتى أنني أنام عن صلاة الفجر، فأرجو من الشيخ إجابة. الإجابة: لا تسهر يا أخي، حافظ على صلاتك وحافظ على صلاة الليل ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره، وكان ينهى عن الحديث بعد العشاء ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكان ينام بعد صلاة العشاء حتى يقوم لصلاة الليل. فأنت تريد الأجر والثواب من الله، فإذا ترتب على هذا تضيع صلاة الفجر ما
مع الجماعة وفي وقتها فالأمر أشد، وهذا حرام عليك. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا ومع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء الأربعاء. شكرا لفريق العمل في بيت الشيخ، ومعي في الاستوديو الزميل المخرج عبد الله السعيد. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.